الغضب. الغضب هذا الهوى العنيف السيء الذي يقتل جما من الفضائل. إن كان الروح القدس هو سلام النفس، فالغضب هو اضطراب القلب. الغضب يطرد السلام من القلب ويجعل النفس تتعلل بعلل الخطايا. لا شيء يعيق التائب مثل الغضب، لأن التوبة تحتاج إلى تواضع جزيل، بينما الغضب هو دلالة على الكبرياء. الغضب هوى ذو حدين، يدخل صاحبه إلى اليأس والكآبة والكبرياء، ويهشم نفوسا متواضعة. أمهات الغضب هن المجد الباطل ومحبة الفضة والشراهة وأحيانا الفسق. أبوه الصلف، أبناؤه الحقد والعداوة والتبرير والبغض. قاوم هؤلاء بروح الوداعة والتواضع ولوم النفس، تخلص وتخلص كثيرين.